تقطيع يا احمد، اشتغل مرة. معلش عزوزي، كنا بنعمل واجب سريع كده. حماده صاحبي مراته ولدت. الحمد لله، ربنا يخليهم لهم يا رب. جاب سامي. والله يكمل عليه بخير. امين يا رب. جاب سامي حتى هو. جاب سامي. سمية العزيزة. الحفيد ديالك. الحفيد الأول عندي، الحفيد الأول. نعرف الحفيد ديالي. والله يفرحهم بي. الله يفرحهم والله يفرحكم أنتم إن شاء الله. آمين يا رب. الله يفرحنا بكم. نعم النبي بسمو الآخر. يكون فيه إن شاء الله اللي. كيف جاتك التقاليد ديالك؟ لا أنا رحت زرته كده في السريع، يعني هو التقاليد بتاعتكم في السبوع والعقيقة. أنا معرفش أنتوا عندكم بحال عندنا ولا لأ. وأنا شفت نتاعكم. أنت شفتي السبوع؟ لا أنا شفت السبوع. السبوع لكن إحنا عندنا يا إما سبوع يا إما عقيقة. السبوع ده بيبقى علب كده، يعني بنهني اللي هو مولود جديد ومش عارف ايه، وبنحط كده بومبوم مش عارف ايه والحاجات دي بس. والعقيقه لو هنذبح طبعا، العقيقه تبع يعني الدين، يعني تبع الشرع، يعني الشريعه، بس سنه يعني مش فرض. احنا عندنا اسبوع والعقيقه واحده. يعني الاثنين في واحد. الاثنين في واحد. السابع من يوم اتخلق، هذا كيخلق السابع بتاعه كان ذبحه. هو السبعيه بتاكل. انت شفت عندنا مثلا السبوع، يعني لغايه دلوقتي انا في حاجات انا مش فاهمها. يعني احنا عندنا مثلا لما المراه تيجي تولد مثلا بيتخطوا فوق المولود حوالي 7 مرات. يعني اتخط عليا 7 مرات وانا ما اعرفش ليه اصلا. يعني انا ما اعرفش ليه. يعني عادي بقى، تقاليد كده قديمه. ممكن يمسكوا شويه ملح ويقوموا حادفينها على وش الواد يعوروه بقى. ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل للواد. احنا عندنا المراه تولد في المستشفى ولا مستشفى. يعملوا دي اللي قلتي الحلويات والبيفيه. ما كاين في المستشفى وفي البيت والبيفيه 3 شهور قدام كمان. ويوم ما تخرج كاين بعض التقاليد عندنا في المغرب. يعملوا 3 ايام. 3 ايام كنعملوا الرفيسه. ايوه الفراخ لا احنا بندير اسمه ايه؟ في مشروب كده بنديره. شربات؟ لا شربات يا حاج. بتقول ايه مشروب؟ لا لا في حاجة كده مش عارف والله ما فاكر. المهم خاص خاص بالولادة يعني. وكمان اللي بتبقى والدة لما بتشربه حاجة كويسة، يعني حاجة ليها. مغات اسمه. مغات معرفش. سخنة. لا مغات. وكاين في السمسم غالبا. أنا حاجه زي كده. شفتوا ماما كانت تعملوا لاختي. ايوه يوم ما ولدت انا شفتها. احنا عندنا لا احنا يعملوا المصاخد. يبغوا يعملوا بهم بالدجاج البلدي. ايوه البلدي. ايوه فهمت. فراخ البلدي كنديروا بها هذاك وتشربوا والنفسه كتشربوا مده. وانت يا زوزه تعمل لك سبوع ولا ضحكوا عليك؟ لا تعمل لي سبوع. تعمل لك سبوع؟ غير سبوع. سبوع ولا كله ايه؟ فاتي الغدر. ايه؟ اتعمل لك ولا لا؟ ضحكوا عليك. لا كنت غادي نخرج ساعات تقلبات. خالد زوين. كانت تقاليد عندنا زوين. كانت تقاليد عندنا وكانت سبوع. كل بلاصه هتلاقي التقاليد مختلفه يعني. لكن احنا هي الفكره ماشي غير بحولي واحد ولا كبش كما كتقولوا انتم. كتلقى ب3 الاكباش 4 الاكباش. ايوه انا كاين 3 ايام. احنا ممكن نذبح مثلا بدل ما نذبح 3 اكباش لا نذبح بقره او جاموس جمل. على حسب الامكانيات ديالها. بالضبط كده. حيت قديم كانت الامكانيات رخيصه وكان ذاك الوقت كان الكبش كتشريه ب40 درهم 35 درهم هذاك الوقت ديال 35 درهم. فين دلوقتي؟ هذه ما تمكن لك حتى ساندويتش عند ماكدونالدز. هذا هو اللي كاين زعما. كانت الحياه كانت زوينه وكل شيء. وكاين دابا واحد القضيه، كاين اللي كيدير السبوع واللي ما كاين اللي ما كديرش العرس. كتروح عند الجوج ديالها هكاك بلا عرس. لا على حسب الامكانيات. لان الانسان انا محبد هذه المسائل. بحال هذه المسائل الانسان علاش غادي يكلف راسو باش يدير عرس ويغرق راسو في الكريديات وكل شيء. كيبقى
وممكن يبقى مزنوق وبرضه بيدير الكريدت. كتولين مشاكل ملي كيدخل الانسان للبيت السعوديه كيبقى يتقاتل. موجوده في كل بلاصه ولا في كل بلد. الحلبه من هنا كيبقى هذاك الزواج كيقدر يكمل يقدر ما يكملش. وربي الانسان يدخل شوف اللي كتدخل الزواج هو النيه والمعقول والفلوس خليها ابار لان حنا اللي كنجيبوا الفلوس ماشي الفلوس اللي كيجيبونا. ودابا الانسان اللي كيولي يولد وكتكون ربا شويه الريس كما كنقولوا شويه ديال الحبه ولا المنشطات ولا اللي بغيتي تقول لهم هما الفلوس حنا كنعيطوا لهم بزاف ديال ولا الكرمومه ولا عندنا بزاف من المصطلحات هذه ديال الفلوس. هذاك الوقت كدير المراه اللي ولدات نفيسه كدير العرق كدير كتحيي العرس ديالها وفي نفس الوقت الاسبوع والله الاثنين ما شاء الله نخليو حتى داك البيبي هو اللي كيهز ليها سميتها تيفور. عندنا الحوار ده راه الولد كيخليو كيعاون امه بيهزها تيفور. حنا كيقولوا راه تولد برزقه وراه شويه هذا كتدخل شويه الفلوس كيتحركوا وهي كدير هي كتعرس وولدها كيتسبع. احنا عندنا يعني ممكن احنا ممكن ما نكونش ماشيين بالحوار ده عندنا لان مثلا في مصر يعني يعني دلوقتي الفتره الاخيره لو خدت بالك نسبه بعيد عن اي حد طبعا نسبه الطلاق بقت كبيره فممكن واحد يبقى لسه متجوز وتلاقيها عايز تطلب الطلاق بعد اسبوع انت فاهم فتكون ايه فرحت بالفرح انت يعني هتعمل الحوار ده ولا يبقى فيها فرح ولا فيها اسبوع فرحه الفرح الا كون يبداو تكون نيه ويبداو كما كنقولوا احنا نقطة بنقطة باش كيحمل كيعمر الواد لا ماشي الانسان غير الضروري هو اللي كاين كتعلم على الجواز وتعلم انا بعدا ضد الفكره ديال عندك الامكانيات ديال العرس ما عندك الامكانيات دخل الحياه ديالك الزوجيه واستمر وربي راه كينزل البركه شي لو دخلتي بواحد النيه ديال ما عندكش الفكره ماديه ربي كيزكي بداك يعني برضه ما ردتش عليا وما ردتش على الناس اتعمل لك اسبوع ولا لا؟ لا تعمل لي سبوع ما عزمتناش ليه؟ لانك انت ذاك الوقت غير مميز ما كنعرفش خلاص ما تسمعني كده عندك الحق ازوز واش غادي نعلمك انا وانا باقي ما كاين الوجود ديالي من كنت بعت لي مسج على الواتساب قول لي انا اسبوع خلاص خليني شوف تنمشي الاخيره من صغار نولي كداك ونعم درتي لي اسبوع هذاك الاسبوع لا درنا لك اسبوع لا بيبسي كولا افتح وكده لا 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 ماشي بيبسي كولا لا بيبسي لحم كان ايام اللحم غير ايام زمان كان في مشروبات غازيه اسمها ايه الدجاج وبالبسطيله وكل شيء وهذاك الشيء كانت كتخدمو لا ايام مدام الله يكثر خيرها هي اللي كانت كدير هذه المسائل كتقوم بالاسبوع ديالها كل شيء لا مدام ديالي لا تبارك الله عليها واخا المهم تعضعات في هذه الايامات الاخيره ونطلبوا من الله يطولها في العمر ويطولنا في العمر حتى حنا باش نشوفوا ولادكم ونشوفوا حتى حنا انت عايز تجيب ولاد ثاني؟ لا ماشي انا لينا احنا شوف حنا تصرفنا دابا كنسالكم انتم اللي غاتصرفوا انا قلت الزز بقى شقي لا ما نجيبش عايز يتشقى واش انت كتقلب لي على الحماق واش انا باقي ديال الولاد انا اللي خص لي ربيني دابا انا واش انا باقي ديال انا باقي انا اعاده التربيه واعاده الادماج انا عاد ندبج معكم وانت كتقلب لي على موتي طب زمان استناني بس زمان كان في البيبسي زمان كان اسمه ايه الازاز القديمه دي كان اسمها ايه لا كان في قبل شركات قبل بيبسي كنت عيدوا لي الجازوزه ولا لا الازوزه دي لا في كانت عندنا كانت عندنا لاسيكون ايوه انا عايز الحاجات دي لاسيكون الحرشه كانت عندنا حرشه زعما كره حرشه القرعه حرشه زعما ولا تقول حرشه وكانت سميتو ماشي هذيك اللي كانت فانتا بقى عندنا لا فانتا هذيك دابا فانتا بقات لان بقى احنا كنقولوا الحاجه اللي انقرضت كان واحد ولكن لا سيكون ديال اللي كانت لا سيكون كان العصير ديال الليمون الليمون هذيك الله ده من كم سنه انتوا حافظين مش هذاك العصر لا هذاك العصر زوين والله لا العصر انا فاكر في اغنيه كانت لينا كانت كما كتقولوا القلوب على بعضها كان القلوب وكانت الناس مزيان دابا غير الناس دابا الدهوى الانسان دابا ولا كل واحد عنده مشاكل مع راسه دابا واحد كتلقاه مدابز غير مع راسه مدابز مع وقته
عنده غير سميتو بحال احمد. لا بكلم نفسه عشان انا مجنون. دابا حنا دابا في هذا الوقت دابا اللي يدخل للسوق راسو صافي كيخرج كيتلف ما كيبقاش ملي كيدخل ما عرفش منين يخرج. راه كارثه كارثه دابا. الوقت عندكم زوينه والله الا الوقت دابا جات زوينه وكل شيء زوين غير نتوما اللي شويه خرجتوا على الطريق بحالك انت بحال الافكار اللي عندك. لا دابا انا ايوا انت لما بيتقال حاجه قدامك بالليل يا زوز شوف دابا ثاني يوم بتقعد تفكر انا عندي دابا الافكار ملي كتكون افكار كتجيني يعني 100 فكره وفكره وكيبداو يتزاحموا وبغي يخرجوا وفي الاخر ما كنخرج حتى شي فكره. صافي احمد نعم دابا تقول بابا دابا اش غادي تكون النصيحه اللي غتكون لي جوج مقبلين على الزواج ولا غيولدوا؟ لا اللي غادي يتزوج مستقبلا وداكشي اللي غادي يكون يدخل على النية ديال الزواج. ماشي غادي يجلس ليا غير يومين وثلاث ايام ويقول لك باي 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 لا 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 يكون على قد المسؤولية. انا كنقول لهم على قد المسؤولية ويكون هذا راه حتى شي حاجة ما صعيبة. راه البداية ديال الاول الانسان منين غادي يدخل بهذه الفكرة ديال غادي يكون اسرة وغادي يكون غادي يكون يحمل واحد شوية ديال المسؤولية والتعاون المرأة مع الرجل هذا هو لابد ما يقول ليه لان كفة فيها جوج ديال الودنين ما يمكنش تي شي كفة فيها غير واحد غير بودن وحده يتعاونوا ولكن تكون النية وتكون المعقول يكون المعقول. اما اللي اختار معقول واختار معقول راه ما بقاش الزواج راه ولا غير الانسان كيلعب كاشكاش. اللي ما عنده ولاد الله يرزقه اللي ما عنده ولاد الله يرزقه واللي عنده الاولاد الله يخليهم ليه. اي داكشي اللي كنشوف اللي ما عنده ولاد راه ربي دار لكم في هذاك كون يلقى فيهم الخير ربي راه يعطيهم لك. ما بقاش ربي راه كيعطيك راه ربي ما كيعطينا غير الحاجه اللي فيها الخير ديالنا والانسان ما يتقلقش. اللي ما عنده ولاد الله يعطيهم لي ما عطاهم ليش الله يحمد الله ويكمل حياته مع مراته ولا المراه عاود مع راجلها ما يبقاش يقلبوا على هذا. طيب دلوقتي يا زوز احنا لما فتحنا الموضوع فتحناه بسبب السبوع بتاع حماده صاحبي تمام؟ نعم. دلوقتي انا عايزك عشان نقفل الفيديو ده بقى توجه كلمه لحماده بخصوص ابنه سامي اللي ربنا يبارك له فيه يا رب. تقول لحماده ايه؟ حماده ومراته. نقول لحماده الله يكمل عليك بخير والله يزكي لك في ذاك الولد ودير عقلك مع مراتك وساعدها في هذا الوقت هذه دابا لاننا دابا في هذه الظروف دابا انت هي مسكينه ملي كتكون بعدك واش ولدت بعد الولاده ولدت طبيعيه ولا ما مش بتاعتنا مش بتاعتها دي لا باش لا اذا كانت غير طبيعيه خصو يساعد معاها حتى توقف على في الاول وفي الاخر يا زوز ولدت خلاص سامي ناعس دابا. والله شوف الله يسهل عليه امين يا رب والله يزكي لي في ذاك الوليد اللي ولد ايوا وربي نتمنى لي يعطي شي ذريه صالحه هذا هو اللي كاين. امين يا رب امين. طب نقول لهم سلام بقى شي لا عطيه ربي كيعطيه راه كنقولوا حنا كنا كنقولوا هذا الشيء اللي كيتولد برزقه راه كان والله الا كان شو هذه المعادله والله الا كانت عندنا غير دابا ما نعرفش واش انتم هذا الجيل هذا ما واش ما عندكمش جيل متسرع يا زوز متسرع في رد الفعل ومتسرع في في الافكار ومتسرع متسرع جيل متسرع ايوه متسرع ربنا يستر يا رب يا رب. نقول للناس السلام عليكم بقى عشان انا داخل على جندرم هنروح في كلنا في الفتيس قول لهم بسلامه ايوا غادي نودعكم وغادي نمشيو ان شاء الله الى فرصه اخرى اللي عنده مراته حامله الله يفكها وحيلها بخير ونروح واللي ما عنده شي اولاد الله يعطيه الوليدات امين يا رب ونجيو نباركو ان شاء الله. السلام عليكم.